يحس في نفسي وأنا أعالج هذه المدرجات التي تصعد بك إلى ساحة دار المخزن. لاحظوا العفن، لاحظوا التغوط هنا والتبول أعزكم الله، لاحظوا المدرجات التي بنيت لتكون مصعدا إلى ساحة دار المخزن الكومنداسيا. لاحظوا هنا بعض النظافة، ولكن هنا الكوارث، هنا الكوارث لو لم تكن أفضل لأنها تزكم النفوس للأسف. نشوفوا واش النهارية ونحافظوا عليها كما نحافظوا على البدن ديالنا من الدنس. دابا دخلت عليكم الله الزائر، غادي يجي يزور هاد ساحة دار المخزن، يبغي يطلع من داك الدروس، شنو غادي يقول؟ شنو غادي يقول؟ بالله عليكم حالة جد عفنة، وأكيد أنه ملي غيجي يتسارى هنا في هاد الساحة هادي أكيد أنه غيبغي ينزل من ديك المدرجات، وغادي يوجد ما لا يحمد عقباه للأسف. الله ينقي إخواننا، الله يشوفنا حالنا في الحقيقة، إلا مشينا العفن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما نقية من جراء الرياح اللي كانت اليوم، الرياح الشديدة، ولكن إذا درنا هذا هو المشكل. ها هذا هو المشكل، العويص، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.